تشاهدون الآن فدك بلس من طابق الشهيد يحيى بن أم الطويل في أرض فدك الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من فدك بلس. سيكون معنا سماحة السيد أحمد الموسوي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمقدمة أخواني الأعزاء، سنقرأ عليكم بعض الروايات التي تبين نفاق عائشة، والتي سيكون الموضوع إن شاء الله يتمحور حول مبغضة الوصي عائشة ابنة البغي. قد أورد مسلم في صحيحه ورقم الرواية 669 بسنده يقول: قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له قالت، فخرج ويدل له على الفضيل أو على الفضل بن العباس ويدل له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض، فقال عبيد الله: فحدثت به ابن العباس ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمى عائشة؟ هو علي. رواية ربما تمر مرور الكرام والتي أوردها مسلم في صحيحه، ولكن أحمد بن حنبل أورد في كتابه مسند الإمام أحمد المجلد السادس الصفحة 34 سيكشف لنا في هذه الرواية لماذا عائشة لم تذكر ذلك الرجل الذي هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وما العلة. حتى يقول بسنده عن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له قالت، فخرج ويد على الفضل بن عباس ويد على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض، قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي، ولكن عائشة لا تطيب له نفسا. الله علق عليه في المحقق في الهامش، قال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. الرواية إذن صحيحة. وكذلك ورد بمثل هذا اللفظ في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد في المجلد الثاني صفحة 232 بسنده يقول عن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس تعني الفضل، بين ابن عباس تعني الفضل ورجل آخر، قال عبيد الله: فأخبرت ابن عباس بما قالت، قال: فهل ندري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قالت لا، أو قلت لا، قال ابن عباس: هو علي، إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. هذه الروايات التي صرحت وهي صحيحة عند المخالفين، كما نقلت لكم من كتاب مسند الإمام أحمد أنها صحيحة، أن عائشة لا تحب أمير المؤمنين ولا تطيب له نفسا أبدا. فما هو حكم من يبغض عليا؟ أولا أروي لكم رواية أوردها الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أو لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. أختم في هذه الرواية التي تبين لكم صراحة أن عائشة من أهل النار وأنها منافقة، لأننا أثبتنا لكم أن عائشة تبغض عليا عليه الصلاة والسلام، والتي صححها علمائكم هذه الرواية. بسنده ورد في صحيح مسلم في باب
الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته في المجلد أو عفوا في رقم الرواية 142 بسنده عن عدي بن ثابت قال إلى أن يقول قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فعائشة بصحاحكم منافقة لأنها تبغض عليا. هذا محور الحلقة إن شاء الله. وإذا سمعت سيد عندكم كلمة تفضلوا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة لعنها الله لها مواقف بالعشرات في بغض علي عليه السلام، ولها أقوال في ذلك، ولها سجود في قتله. وعندما أنه قالوا أن عليا هو الوصي بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، ماذا قالت عائشة لعنها الله؟ قالت هل أوصى محمد صلى الله عليه وآله؟ لم يوصي، إنما هو مات في سحري ونحري، وأنا من احتضنه عند موته مضمون الرواية، وبقى في حضني بين سحري ونحري إلى أن مات النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولم يوصي ولم أعهد له بالوصية. هذه في كتب المخالفين وموجودة بالعشرات هذه الرواية. رواية أخرى أنها قليلة الأدب عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وقليلة الأدب عند مقام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما أنه في الليل نادى رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام أن يجلس بجانبه، وكانت ليلة عائشة، فجلس بجنب رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت هذه الوقحة المبغضة للوصي عليه السلام، قالت ألم تجد لأستك مكان غير هذا؟ يعني انظر كيف أنها جريئة أمام الله عز وجل وأمام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، تقول له لم تجد مكان لأستك إلا هذا المكان، وهو بعيد عنها بجنب النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولكنها وقحة وغير حيية فتفعل أكثر من ذلك. والدليل على ذلك أنها روايات الفسق والمجون وما يكون بين الزوج وأهله ذكرتها عائشة ونشرتها وباحت بها، حتى أن العدو واليهود والنصارى والملحدين أخذوا بروايات عائشة مطعن للنبي محمد صلى الله عليه وآله. فنحن اليوم سنبين أن عائشة لا تخاف الله ولا ترجو لقاء الله ولا تخاف رسول الله ولا تخاف مفارقته في الدنيا أو في الآخرة، ولا أنها تود أن ترى عليا عليه أفضل الصلاة والسلام. أبغض الناس لعائشة هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام، كما كانت هي من تبغض فاطمة، وكانت تذكر خديجة أمها عليها السلام بسوء حتى أبكت فاطمة سلام الله عليها، وكانت تتعامل مع أهل البيت سلام الله عليهم بأشد النصب والعداء. كانت هي من تبغض الحسن عليه السلام ورمت جنازته ب72 لبنة نبلة، حتى أدخلت هذه النبال إلى جسده الشريف الطاهر. أيضا هي التي حاربت علي عليه أفضل الصلاة والسلام وجيشت الجيوش لقتاله. وهناك من الأحاديث كثيرة تذكر في كتب الصحاح عندكم تذكر أفعال عائشة، وهناك وثائق سنعرضها إن شاء الله تعالى. هنا هذه بضع روايات، وهناك العشرات بل المئات التي تكن عائشة الحقد والحسد والغضب على علي عليه السلام. ورد في كتبكم ابن سعد الطبقات الكبرى الجزء الثالث الصفحة رقم 40 الحديث 2632. قال أخبرنا إصباط عن مطرف عن أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم قال وكان عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله رجلا أسمر، هذه مني إضافة لعنه الله، حسن الوجه أفلج شعره مع شحم أذنيه مع شحمة أذنيه في جبهته أثر السجود. هذا حديث طويل، أنا أقطع منه فقط مقطع الشاهد. قالوا وذهب بقتل علي عليه السلام إلى الحجاز سفيان ابن أمية بن أبي سفيان ابن أمية بن عبد شمس، فبلغ هو يقول أنه بلغ ذلك لعائشة،
فهنا فلما بلغ عائشة بذلك قالت عائشة فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. هذه دليل على أن فرح عائشة بقتل علي عليه السلام، فهذا دليل على حسدها وبغضها وسوء معاشرتها لعلي عليه السلام. أيضا هناك في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، هنا أبو الفرج الأصفهاني له كتاب الأغاني وهنا في مقاتل الطالبيين، هنا يذكر أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبيين الصفحة رقم 26: حدثني محمد ابن الحسين الأشناني قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن راشد بإسناده قال لما أتى عائشة نعي علي عليه أفضل الصلاة والسلام تمثلت فألقت عصاها واستقرت بها النوى ثم قالت من قتله؟ فقيل رجل من مراد، فقالت من مرادي، فقالت فإن يك نائبا فلقد بغاه غلام ليس في فيه التراب. هنا أيضا عائشة تظهر فرحها بقتل علي عليه السلام، فهنا جاوبتها قالت لها زينب بنت أم سلمة، هذه أم سلمة زوج النبي امرأة صالحة من أهل الجنة، فهنا زينب بنتها بنت أم سلمة قالت ألعلي تقولين هذا؟ تستغرب تقول أنت تقول ذلك بحق علي عليه السلام، فقالت إذا نسيت فذكروني. عائشة تقول يعني أنه أنا نسيت، هنا تسخر أو تهزأ أو غير ذلك، تقول إذا نسيت فذكروني. قال ثم تمثلت بهذا القول فألقت عصاها واستقرت. أيضا أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبين صفحة رقم 27: حدثني محمد ابن الحسين الأشناني إلى آخر عن البختري قال لما إن جاء عائشة قتل علي عليه السلام سجدت. فهنا دليل واضح قطعي أن عائشة لعنها الله أبغضت علي وسجدت شكرا لله عز وجل في قتل علي عليه السلام. ألم يكن هو خليفة راشد على حسب زعمكم؟ ألم يكن رابعا بقولكم أنتم؟ ألم يكن هو خليفة راشد وإمام المسلمين وولي أمر المسلمين؟ ألم يكن هو أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ فكيف تسجد فرحا بقتله؟ فهنا لا يجتمع بغض عائشة مع حب الوصي، فعائشة منافقة كاذبة حاقدة باغضة لعلي عليه السلام ولا تجتمع معه في الجنة، لا يجتمع حب علي عليه السلام والذي ينصب العداء لعلي عليه السلام. فهنا عائشة باغية فاجرة فاسقة كافرة منافقة لأنها تبغض الوصي، وفي الروايات من أبغض عليا فإنه منافق وناصب. أيضا هذا في المشرف العام معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، استخلاف علي بن أبي طالب وبداية الصراع بين بني هاشم وبني أمية. تعود جذور الصراع بين بني هاشم وبني أمية إلى زمن الجاهلية، وكان يبدو على شكل تنافس على الزعامة، ثم ذر قرنه ببعث النبي صلى الله عليه وآله في بني هاشم وفي صد بني أمية لدعوته وأخراجه من مكة وشن الحروب عليه، وقد انتهت تلك الحروب بانتصار عليهم واستسلامهم ودخولهم، إلى أن أنه سبب ذلك العداوة وكشف القناع عن ما يسمى خلافة عثمان، وبدت سافرة في استخلاف علي عليه السلام ثم سارعت جدا في جلائها، إلى أن يقول بعد مقتل عثمان بايع أهل المدينة علي، وبنو أمية بايعوا وهربوا إلى مكة، وأما طلحة والزبير فقد بايعا عن غير رضا، ولم يلبث إلى أن استأذنا في الذهاب إلى مكة فأذن لهما، وهناك أعلن الرجوع عن بيعتهم وانضموا إلى بني أمية في المطالبة بدم عثمان المظلوم حسب قوله متهم عليا بعدم نصرته وفي حماية قاتليه. وانضمت إليهم عائشة بنت أبي بكر على حد زعمه الصديق وزوج النبي صلى الله عليه وآله، وكانت سقيمة النفس على علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن عائشة
سقيمة النفس على علي عليه السلام لا تطيب لها نفسا عند ذكر علي عليه السلام، وهذا هو إمامكم الحالي، وهو يقول أنها كانت سقيمة النفس على علي عليه السلام لأنه كان قد أشار على النبي صلى الله عليه وآله بطلاقها بعد حادث الإفك. هنا يعترف أنه النبي صلى الله عليه وآله أوكل لعلي عليه السلام طلاق عائشة بعد حادثة الإفك. أيضا الهيثمي مجمع الزوائد السابع رقم الصفحة 236 رقم الحديث 12032 عن زيد بن وهب قال بيننا نحن حول حذيفة إذ قال كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف، فقلنا يا أبا عبد الله وإن ذلك لكائن، فقال بعض أصحابه يا أبا عبد الله فكيف نصنع إن أدركنا ذلك الزمان، قال انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فلزموها فإنها على الهدى. إذن من يلزم فرقة علي عليه السلام فهو على الهدى، ومن يلزم فرقة عائشة فهو على الضلال والبعد والخذلان. رواه البزاز ورجاله ثقات. أيضا ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة الجزء الثاني رقم الصفحة 268 في كتاب صفين أيضا للمدائني عن مسروق أن عائشة قالت له لما عرفت أن عليا قتل ذا الثدية لعنت عمرو بن العاص، وهنا يقولون أنه كيف أنه لا يوجد لعن، وهنا عائشة تلعن عمر بن العاص في كتبكم، فإنه كتب إلي يخبرني أنه قتله بالإسكندرية. هنا عمرو بن العاص كتب إلى عائشة قال أنا قتلت ذا الثدية بالإسكندرية، وهو يكذب عليها، إلا أنه ليس يمنعني ما في نفسي أن أقول ما سمعت من رسول صلى الله عليه وآله يقول يقتله خير أمتي من بعد. إذن هنا عائشة تعترف وتقول سمعت رسول صلى الله عليه وآله قال أن الذي يقتل ذي الثدية هو خير أمتي من بعدي، وهنا عائشة تعترف أن علي هو خير الأمة، فكيف تبغضه وتقتله وتحاربه وتسجد شكرا لمقتله. أيضا ابن أبي الحديد والحديث طويل أن أخبار عائشة في خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عثمان يقول أنه قتل عثمان قالت عائشة ثم ماذا؟ قال ثم حارت بهم الأمور إلى خير محار بايعوا عليا، فقالت لوددت أن السماء انطبقت على الأرض إن تم هذا، أن تتم البيعة لعلي عليه السلام بعد مقتل عثمان، ودت عائشة أن تنطبق السماء على الأرض. ويحك انظر ماذا تقول، قال هو ما قلت لك يا أم المؤمنين، فولولت عائشة ولولت تقول أنه قالت له يعني ما تقول ذلك، فولولت عائشة عندما أكد لها ذلك الخبر، فقال لها ما شأنك يا أم المؤمنين، والله ما أعرف بين لابتيها أحدا أولى بها منه ولا أحق، يعني هو المخاطب لها يقول لا أعلم أحق بها من علي عليه السلام ولا أرى له نظير في جميع حالاته، فلماذا تكرهين ولايته؟ هنا اعترف وقال لعائشة أنت تكرهين ولايته، قال فما ردت عليه جوابا. هذا الآن بعض الأحاديث. الآن نأتي إلى الوثائق، هنا وثائق من كتب البكرية تعترف لنا بما جرى على عائشة وبغضها لعلي عليه السلام. الوثيقة الأولى كنت رجزاكم الله خير الجزاء. هنا المسند لإمامهم أحمد بن محمد بن حنبل الجزء الرابع عشر الحديث 18333. حدثنا أبو نعيم ثنا يونس ثنا العيزار بن حريث قال النعمان بن أبي بشير بن بشير قال استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثة، فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فلانة، عيرها بأمها، ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هنا في كتب أحمد بن حنبل، وهنا الحديث إسناده صحيح، وذكر ذلك أحمد بن حنبل أن إسناده صحيح، فلا يأتي أحد مخرج نفس الوثيقة الأولى عرضها حتى تحت مكتوب أنه إسناده صحيح. انظروا في الأسفل
رقم الحديث 18333. إذا مخرج تقدر تكبر اللي تحت أنه العلامة الصغيرة على إسناده صحيح فقط إذا تستطيعون. نعم، فهنا انظروا إسناده صحيح في كتاب المسند لأحمد بن حنبل. وهنا عائشة تقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم برفع صوتها تقول أنه أحب الخلق إليك وأحب إليك من أبي ومني، علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الوثيقة الثانية جزاكم الله خير. هنا مسند أحمد بن حنبل أيضا الجزء 41، هنا رقم الحديث 24820. هنا أنه حدثنا أبو أحمد وحدثنا عبد الله بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار قال جاء رجل فوقع في علي عليه السلام، هنا لم يكتب، وفي عمار رضي الله عنه تعالى. هنا عند عائشة واحد هنا وقع على سب علي عليه السلام وعمار رضوان الله عليه، فقالت عائشة أما علي فلست قائل لك فيه شيئا، يعني سبه أبغضه أبرأ منه، لم أقل لك فيه شيئا ولا أتكلم لك عنه شيئا، افعل ما تشاء في سب علي عليه السلام. أما عمار فإني سمعت رسول صلى الله عليه وآله يقول لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. هنا رقم 2 تحت إسناده صحيح على شرط مسلم. إذن أيضا هنا أنه رجل يسب علي بمحضر عائشة الناصبية فلا تنهى عن سب علي عليه السلام ولا تزجره. وهنا الرواية تفضح لنا نصب عائشة، ولذا تعمد كل من الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم لبتر الرواية وإخراج ما قاله رسول صلى الله عليه وآله عن عمار دون التعرض لسب علي عليه السلام وسبب صدور الحديث من عائشة. فهذه كلها دلالات على بغض عائشة لعنة الله عليها لعلي عليه السلام. الوثيقة الثالثة جزاكم الله خير الجزاء. هنا المصنف للحافظ الكبير الجزء 5 وهو بغض عائشة لعلي عليه السلام. وطبعا من يبغض الإمام علي عليه السلام فهو منافق، وروى ذلك مسلم في صحيحه طبعة دار إحياء التراث رقم الحديث 78 عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم على قولهم إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهنا يقول أن رجاله ثقات والسند كامل هكذا عن عبد الله عن عبد الرزاق ابن معمر عن الزهري قال الزهري وأخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول صلى الله عليه وآله في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، قالت فخرج ويد له عن الفضل ابن عباس ويد أخرى على يد رجل وهو يخط برجليه في الأرض، فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال، هنا ابن عباس يقول فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير، بذكر علي عليه السلام لا تطيب نفسا. الوثيقة هذه من كتبنا في بحار الأنوار التي بعدها جزاكم الله خير مخرجنا. هنا في بحار الأنوار الحديث طويل وفيه شرح أكثر، ولكن نقول أنه وبالجملة ببغضها لعلي عليه السلام أمير من عليه السلام أولا وآخرا هو أشهر من كفر إبليس. بغض عائشة في كتبنا وفي كتب القوم أعداءنا أنه أشهر من كفر إبليس بغض عائشة لعلي عليه السلام. والذي يبغض علي هو منافق، فإن عائشة منافقة وأنها ناصبة وأنها من أهل النار. أيضا يقول وبالجملة بغضها لأمير من عليه السلام أولا وآخرة هو أشهر من كفر إبليس، فلا يؤمن عليها التدليس، وكفى حجة قاطعة عليه قتالها على هذا الحديث أن قتالها وخروجها عليه كما أنه كافي في الدلالة على كفرها ونفاقها المانعين من قبول روايتها مطلقا. وسيأتي في أبواب فضائل علي عليه السلام وهناك الحديث طويل، ولكن هنا غواص البحار صاحب البحار
المجلسي يقول أن بغضها أشهر من كفر إبليس، ويقول أنها هذه دلالة على كفر عائشة، فعندنا أن عائشة كافرة أظهرت الإسلام وهي أبطنت الكفر. الوثيقة التي تليها جزاكم الله خير الجزاء، فضائل الصحابة، هذا الكتاب مشهور عندكم ومعلوم، وسماحة الشيخ كثير ما يستشهد به، كتاب فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، الجزء الأول صفحة 579، رقم الحديث 979. حدثنا عبد الله قال حدثني ابن قثنة أسود من بني عامر، قثنة أي أنه حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم لعلي عليه السلام، وهنا إسناده صحيح. فهنا يعرف الأنصار يعرفون أنه كيف أن بغض علي عليه السلام، يعرضون هنا أولادهم أو أنهم يتكلمون في ذكر علي عليه السلام، فمن أبغضه فهو من أهل النفاق. الصفحة الوثيقة التي تليها جزاكم الله خير، هذه من كتبنا سلوا أهل البيت على الشرائع العلامة الصدوق، أن الإمام علي عليه السلام من على أهل البصرة رحمة بشيعته من جور الطغاة، وليس إكراما لعائشة. إذن عائشة ليست مكرمة كما يقول أنه أرجعها مكرمة، إنما أرجعها صاغرة راغمة. فهنا يقول العلة التي من أجلها سار أمير عليه السلام بالمن والكف، وهنا يسير الإمام المهدي عليه السلام بالبسط والسبي. هنا يذكر الحديث أنه حدثنا إلى أن يأتي عن الحسن ابن هارون قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام كان جالسا، فسأله المعلى ابن خنيس أيسير الإمام المهدي عليه السلام، هذا اسم الخاص، بخلاف سيرة أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم، وذلك أن علي عليه السلام سار فيهم بالمن والكف، لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم عدوهم من بعده، وأن الإمام المهدي عليه السلام إذا قام سار في البسط والسبي، وذلك يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدا. فالإمام علي عليه السلام منى على ذلك حتى أنه لا تسبى شيعته أو لا تسبى نساءه في كربلاء، فمنى ذلك منه حتى أنه لا تسبى نساءه أو نساء الشيعة. الوثيقة التي بعدها جزاكم الله خير الجزاء، هنا المصنف للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن أبي شيبة، الجزء 14، ورجاله ثقات، رجال البخاري ما عدا عصام ابن قدامة ثقة، وثقة النساء وابن حبان. وهنا عائشة كائدة وخرجت للكيد ولم تخرج للصلح. الحديث 38781. حدثنا وكيع عن عصام بن قدام عن أكرم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها قتلى كثيرة تنجو بعدما كادت، يعني عائشة خرجت للكيد وهي تنجو بقول النبي صلى الله عليه وآله، وفعلا مات أكثر في بعض الروايات أكثر من 30,000 وعائشة نجت ولم تمت في حرب الجمل، فعائشة كادت ولم تذهب للصلح. الوثيقة التي بعدها نحاول نختصر، لأنه هنا المسند للإمام أحمد بن حنبل وهو الجزء العاشر 11966، قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عند بعض نسائه قال أظنها عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، قالت فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصعة بنصفين. هذه عائشة الفاسقة الفاجرة، لم تحترم النبي صلى الله عليه وآله ولم تحترم حضوره ووجوده المقدس الكريم، فكسرت القصعة نصفين. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول غارت أمكم، قال وأخذ الكسرتين فضم أحدهما إلى الأخرى، ف
فجعل فيها الطعام ثم قال كلوا فأكلوا، وحبس الرسول القصعة وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع إلى الرسول قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها. وهذا تحت أنه يقول إسناده صحيح، أظهر كل الوثيقة حتى يرون أن إسناده صحيح. هذا فعل عائشة الوقحة المنافقة الكافرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فتفعل أكثر من ذلك بين يدي علي عليه السلام بعد غياب النبي محمد صلى الله عليه وآله. الوثيقة الأخرى جزاكم الله خير، هنا منهاج السنة النبوية الجزء السابع لابن تيمية لعنه الله. الحديث طويل، موضع الشاهد إن الله قد أخبر أنه سيجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودة، وهذا وعد منه صادق، ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم لا سيما الخلفاء. هو يقول رضي الله عنهم لا سيما أبو بكر وعمر، فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما. وهنا يكتب أنه هؤلاء كانوا يودون أبو بكر وعمر، كل الصحابة يودونهما، وبعد ذلك وكانوا خير القرون. ولم يكن كذلك علي عليه السلام، هنا لم يذكر فقط اسم علي بدون أنه رضي الله عنه أو كرم الله وجهه، فهنا ولم يكن علي عليه السلام، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. انظر، وهذه الأقوال عجيبة من ابن تيمية، أراد أن يرفع شأن صاحبيه أبا بكر وعمر، فطعن في الصحابة والتابعين واتهمهم ببغض علي عليه السلام، وهنا يجب أن تلتفتوا لذلك. فهنا أن الصحابة والتابعين كانوا يبغضون علي ويسبونه ويقاتلونه. أيضا هنا الوثيقة الأخيرة، ونفتح باب الاتصالات لا بأس، الوثيقة الأخيرة ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه، وهذا دليل على أنه علي عليه السلام هم يبغضونه صلاة الله وسلامه عليه، ولا تطيب أنفسهم بذكره سلام الله عليه. أحسنتم سمعت سيدنا لكم كلام سيدنا، تفضلوا لكم، جزاكم الله خير سيدنا، وأجدتم وأحسنتم في بيان هذه الروايات والتي أسأل الله أن يهتدي بها جمع آمين من أهل الخلافة. إذن سيدنا محور الحلقة يكون حول تحديدا بغض عائشة لعنها الله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذا يثبت بالملازمة نفاق عائشة وكفرها وارتدادها. يعني البكرية عليهم أن يجيبوا على هذا الإشكال، ما هو تعليقهم أو ما هو ردهم على أحاديث صحيحة، ركزوا، صحيحة أن عائشة تبغض عليا عليه الصلاة والسلام، نريدهم أن يردوا ردا. وأيضا في أحاديثهم الصحيحة أن من يبغض عليا عليه السلام فهو منافق، وأوردنا ذلك في هذا في مسلم ورد كذلك. فنذكر البكرية بالرواية إن شاء الله على ما يجهزون الاتصالات، نذكر البكرية في الرواية التي أوردها أحمد في كتابه مسند الإمام أحمد بسنده، يقول عن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له قالت فخرج ويد على الفضل بن العباس ويد على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض، قال يا عبيد الله، فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة تعرف من هذا الرجل؟ قال هو علي، ولكن عائشة لا تطيب له نفسا. علق عليه المحقق في الهامش يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين، فما هو ردكم يا أيها البكرية على أن عائشة تبغض علي عليه الصلاة والسلام، وأن بغض علي عليه الصلاة والسلام بصحاحكم دال على النفاق؟ وهذه فقط أنه أقرأ هذه أنه في صحيح مسلم. نعم سيدنا، نأخذ اتصال أبو عائشة. نعم. هاي نعم. أبو عائشة من الرياض، تفضل يا أبو عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للسيد الموسوي، كيفك يا سيدي؟ الله يرعاكم ان شاء الله، حياكم الله ابا عائشة، اهلا وسهلا بكم. تحياتي الاخ علي، كيف حالكم؟ حياكم الله اخي ابو عائشة، تفضلوا على مداخلتكم. بارك الله فيكم جميعا.
يا أستاذ يا سيد الموسوي، من الذي روى حديث الكساء بارك الله فيك؟ عندكم سؤال آخر؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، عندما أوردت حديث أن من صفات الأنصار بغض عائشة، أو أننا لا نعرف نفاق الأنصار إلا من بغض علي، هذه الرواية أنت أوردتها، عائشة ليست أنصارية وإنما من المهاجرين. لا أنت لم تلتفت إلى الحديث، هنا يقول أنه إذا أردنا أن نعرف بغض أحد نعرض عليه ذكر علي عليه السلام، لم أقل أن عائشة، إنما هذا استشهاد بذكر ذلك الأمر. سأقرأ لكم الرواية بنصها دقيقة واحدة إن شاء الله تعالى. تفضل يا سيد المسلم. هنا الرواية في فضائل الصحابة، هنا يقول عن أبي سعيد الخدري قال إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا. بالبغض لمعنى فعائشة ليست أنصارية وإنما من المهاجرين. لا هذا يا أبا عائشة، لا تكون هذه مغالطة منك يا أبا عائشة، تركت كل الأحاديث في أبا عائشة، تركت كل الأحاديث في بغض عائشة المباشر، وأن عندما قتل علي عليه السلام سجد شكرا لله على مقتله، ولا تقول أنها منافقة. ما بك يا أبا عائشة؟ يا سيدة موسى بارك الله فيك. نعم. نحن نريد أن نصل للحقيقة، نحن نختلف لكن نبقى إخوان فيما بيننا. بارك نعم الله. نعم لا بأس. أبو عائشة عندك مداخلة؟ أبو عائشة هنا هذا سؤالي لكم أبو عائشة، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. هنا تفضل. هنا أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبين رقم الصفحة 27، الحديث عن عمرو ابن أبي البختري قال لما أن جاء عائشة قتل علي عليه السلام، هنا يقول علي رضي الله عنه يقول سجدت، ماذا تجيب عن هذا؟ أجيب على هذا الحديث الذي أوردته من كتاب الأصفهاني، كتاب الأغاني الأصفهاني. لا هذا مقاتل الطالبيين، هذا مقاتل الطالبيين. طيب بارك الله فيك، هذه الرواية التي أوردتها نحن لم تقطعها عندنا في إصحاحنا، وكل من أورد فهي ضعيفة ومكذوبة على عائشة. أنا أخرجت لك في صحاحكم. انتظر 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 أبو عائشة، مسند أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل هذا ضعيف عندكم، وهنا مكتوب أن إسناده صحيح. لو تعطيني فرصة أنا أرد عليك جميع الروايات التي أوردتها، لكن ما تعطونا فرصة والبرنامج ضيق، لكن أنا عندي كلمة أخيرة بارك الله فيك وجزاك الله. لا جاوب، أنا أريد أن أسمعك، جاوب أبو عائشة جاوب، أنا أريد أن أسمعك في الروايات التي أوردتها. سيد الموسى بارك الله فيك وأشكر لك سعة صدرك بارك الله فيك أنت والأخ عني. الله يحفظكم إن شاء الله. الأمر بارك الله فيك في الرواية التي أوردتها والصفحات التي أوردتها وقرأتها ليس فيها إدانة لعائشة ببغضها لعلي. الرواية الأولى أنها قالت كان هناك رجل، يعني هي قد يكون غاب عنها الرجل أو لم تره، فكيف تقولون أنها لم تذكر عليا؟ يا أبا عائشة يا أبا عائشة اسمعني أرجوك، اسمعني أرجوك أبا عائشة. أولا لم نقل نحن هي لم تذكر عليا، بل قالها ابن عباس. تعرف من ابن عباس؟ طيب. ما يحتاج اعرف لك ابن عباس، اسمع ابن عباس شو يقول. ابو عائشه نرجوك طيب. ابو عائشه انا لازم استخدم وياك هذا الحديه، لانه ربما انت مع الاسف الشديد ربما هاي اتصالاتك تطرح هذه الشبهات ولا تجيب ابدا. ابن عباس ماذا يقول؟ اسمع ابن عباس يقول، قال اتدري، هذا الحديث صحيح، اتدري ابن عباس يقول، بينك وبين ابن عباس جاز انت، اتدري من الرجل الاخر الذي لم تسمي عائشه؟ قال هو علي، ولكن عائشة لا تطيب له نفسها. عائشة ما تحب علي، مو أنا اللي أقول، ابن عباس. فماذا تقول؟ هذا من كلام من؟ كلام ابن عباس، وأورده أحمد بن حنبل في كتابه الجزء السادس صفحة 34، والمحقق يقول في الهامش إسناده صحيح. فماذا تقول؟ طيب أنا أقول هذه الرواية من كلام ابن عباس، وابن عباس بارك الله فيك يؤخذ من قوله ويرد، وهي مدرجة وليست من كلام. يعني أنت الآن يا أبا عائشة أعلم من ابن عباس في حال عائشة؟ ابن عباس يعلم جيدا، هو عاصر عائشة ويعلم لماذا عائشة لم تذكر عليا عليه السلام. علي علي دعه لي حتى أنا أتحاور معه. يا أبا عائشة الآن ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء الثالث رقم صفحة 40، هنا يقول وذهب بقتل علي هنا إلى الحجاز، ويقول أنه لما بلغ ذلك عائشة قالت فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالأياب المسافري، هذا ماذا تقول فيها؟
انا اقول بارك الله فيك قد تكون عائشه لما انصحت الروايه هذه يا ابا عائشه. انا الان اورد لك عشرات الروايات، اعطيني دليل على عدم صحتها. هنا يقول ان الروايه صحيحه وسندها صحيح، هنا علماؤكم يقولون ذلك. انت اذا ضعفت الروايه اعطيني دليل على التضعيف. صدرك يا سيد المسلم، لكن خذني بحلمك بارك الله. تفضلوا لكم الحديث، تفضلوا. خذني بحلمك انت الاخ علي بارك الله فيكم. نحن والله نتواصل مع هذه القناه لأننا معكم من زمان، ونحن نكون لك كل التقدير والاحترام، ولكنه في الحوار كل منا يدلو بدلوه ويخرج دليله. أيوة، ويخاطبه. الاحترام موجود والتقدير بينكم موجود، وإن شاء الله يعني ما بين الحقيقة بيني وبينكم بارك الله فيكم. الله يحفظكم إن شاء الله. أنا أحب عائشة وهذه عقيدتي، وأنا لا أتنازل عن هذه العقيدة أبدا، لكن أنتم الآن الحقائق يجب أن تعرض على الناس على الملأ. فأنت أن أحببت عائشة هذا شأنك، لكن ليس حبك أن تبطل الحق وتحق الباطل، هذا ليس من شأنك أبو عائشة. الحق لا بد أن يتبع. طيب الحق يتبع يا سيد الموسى بارك الله فيك أنت والأخ علي والقائمين على هذه القناة. أنا لما أنا أتكلم عن هذه الرواية التي أوردتها، أنتم لو تعطونا فرصة، لكن برنامجكم يضيق ويعني يحتاج. لا الآن أنا جعلت لك الوقت، الآن قلت لك ابن سعد في الطبقات الكبرى، هل هذه الرواية هو يقول الرواية صحيحة، أنت ماذا تقول فيها هذه الرواية؟ سؤال وجبني عليه. أنا هذه الرواية التي أوردتها كلها شبهات تقال عن عائشة، أنت أنظر لمن رواها أو من ذكرها، تجد بينه وبين عائشة عداء أو تجد. جيد جيد، الآن سأتيك بالمشرف العام وهو معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، هذا معاصر تقول فيه ماذا يقول؟ يقول هنا، يقول أن وكانت سقيمة النفس على علي عليه السلام، عائشة كانت سقيمة النفس عليه، ماذا تقول؟ أجبني. معنى سقيمة النفس يعني أنها حزينة على ما آل. ما شاء الله يا أبا عائشة، أبا عائشة سقيمة النفس، أي أنها لا تطيب بذكره، مبغضة له. أنا لما أقول أنا كوني سقيم عليك بمعنى أني حزين وأسير. لا الحزين معناه حزين هنا. لا حزين يعني أنا مريض عليك. أنا لا السقيم يعني الذي هو مريض النفس، فهي مريضة النفس في بغض علي وحسده. لا ليس هكذا يا سيد المسلم بارك الله فيك. لا مولانا، الآن أرجع لك إلى مولانا، والله الآن أعرض على الملأ، إذا قال أنها سقيمة النفس معنى حزينة، أنا أكون من البكرية. على علي أو أنها حزينة على ما آل إليه علي أو هكذا، هل يتفسر كذا المعنى؟ جيد الآن اسمعني، إذا تريد أن تخرج ستخرج كل الروايات أنه على الإنشاء وعلى الهوى. الآن أسألك سؤال آخر، الآن هنا في الهيثم مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 236، هنا يقول رواه البزاز ورجاله ثقات، قال انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموه فإنها على الهدى، وعائشة خرجت على علي عليه السلام وقاتلته. أجب على ذلك. يا سيد الموسوي بارك الله فيك جزاك الله كل خير، أنتم تأتون بكل رواية وتنزلونها على عائشة، يعني ما دخل عائشة في هذه الرواية؟ يا عزيزي هذه رواية، هذه الرواية تقول أن علي هو الحق معه وهو ميزان الحق، ومن خرج عليه. صدرك يا سيد الموسوي. أنا صدري واسع يا أبا عائشة، بس لابد أنه أجيبك. يقول أن انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الهدى، وغير الفرقة التي تخرج على علي عليه السلام فهي على الضلال. دعني أكمل لك آخر كلمة عندي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. لو كانت عائشة تغضب عليا لما روت حديث الكساء الذي أنتم الآن تفتخرون بهذا الحديث وتنشرونه. مولانا هناك فضائل خرجت على فلتات لسان عائشة، لا يمكن أن تنكر كل الفضائل، الله يرضى عليكم. أبو عائشة شكرا على اتصالك، الظاهر ما تجاوب السيد جاي يجيب لك روايات وتقول لولا عائشة ما أعرف ما روت حديث الكساء، والفضل بما شهدت به الأعداء خير إن شاء الله. وبعدين حديث الكساء مروى حتى عن أم سلمة رضوان الله عليها، فمو دليل هذا على أن عائشة منزهة عن بغضها لأمير المؤمنين. لا هنا أنا عندما قلت له أن عائشة سجدت شكرا لله على مقتل علي عليه السلام لم يجب على ذلك. عندنا اتصال من معانا إبراهيم اللامي من بغداد، السلام عليكم إبراهيم. أخ إبراهيم تسمعنا؟ ألو شيخ علي شلونك عيني؟ حياكم الله أخي، خادمكم تفضلوا.
السيد كيف حال السيد؟ حياكم الله يا نور عيني، اهلا وسهلا بكم، سلمكم الله ورعاكم يا حبيبي. يا الله يحفظك سيدنا، استحي نضيع وقت البرنامج ابو عائشه. مولانا واجبنا استاذ ابراهيم، واجبنا ان نرد عليه. هسه ابو عائشه لو ينزل عليها وحي يا اخي، ذولا ما يطون بعائشه. اصلحه الله ان شاء الله تعالى، اصلحه الله وهداه وهدانا واياه. يا اخي ان شاء الله الله يهديه، بس احنا ننتظر ابو عائشه، يعني ابو عائشه شو تسوي لابو عائشه؟ عوفه احنا شو نقول اخ ابراهيم نور عيني؟ احنا واجبنا انه هداية البشرية، هناك أشد بغضا من يعني حبا لعائشة، كان أشد من أبي عائشة، وكان من يعني دعاة البكرية، وكان من الذي يقاتلون مع طالبان وتشيع. أبو عائشة على الأقل أنه رجل يحبنا ونحبه ومن الأشراف، والرجل كلامه طيب وحديثه طيب، ولكن حبه لعائشة أعمى بصره وبصيرته. نسأل الله أن يعود، لعله اليوم غدا بعد سنة سيعود إن شاء الله تعالى، وإن لم يعد ذلك بعد حجة ألقيناها عليه. تفضل حبيبي. سيدنا الله يحفظك، هي الطامة الكبرى هسه مو للبكرية، البكرية هسه احنا عرفناهم يحبون عائشة، الطامة الكبرى بالشيعة. البارح أنا متعارك ويا أخوي هذا الكبير يترضى على عائشة ويقول لها ما سمعنا كان زوجة الرسول. الله أكبر الله أكبر. ويتهجم على الشيخ الحبيب. يا قلت له سكت عوبك من الشيخ الحبيب، انت هاي الكتب مالتهم وكتبنا انه تدين عائشة. كل ما احكي وقال لي الشيخ الحبيب هذا مالكم هيك، والشيخ الحبيب زين. قول اترك الشيخ الحبيب، اسمع الشيخ الصدوق، اسمع الشيخ المفيد، اسمع المجلسي، اسمع المحقق الكركي، اسمع علمان الاعلام العاملي وابن حلي وغير ذلك، علمان الاعلام هكذا يقولوا في عائشه. اسمع كلام المعصوم في عائشه، المعصوم عليه السلام ذكر عشرات الاحاديث بل مئات الاحاديث في ذم عائشه لعنها الله. شكرا اخي ابراهيم، جزاكم الله خير. عندنا اتصال لأخ غريب من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم اخي سيدنا العزيز. عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله استاذ غريب، حياكم الله نور عيني. الله يعزك الله يعزك، وسلام على اخونا البطل علي الابراهيمي. بعد اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ايه اقراها واقرا السؤال الإشكال، وأتمنى أن يجيب عليه على إشكالنا أحد الأخوة مثل أبو عائشة ومثال أبو عائشة. بعد أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين وجنود، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح إلى آخره. الآن المداخلة، صدق الله العلي العظيم، هذه آية خاطر أخاف غراب البيان يتصل ويقول لك الأخ. أنا للاختصار فقط راح أعطي يعني مثل ما نقول رؤوس الأقلام. لم يؤمن، هذه المداخلة وأتمنى جواب من الأخوة، لم يؤمن قط كعب الأحبار في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يؤمن قط عمر بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل هو اتباعه، الدليل اتباعه كلام كعب الأحبار وترك كلام الله ورسوله والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تلعن وتتهجم وتحذر من اليهود. وكل هذه الآيات، اسمعوا يا أخوة يا معاندين، ترى والله العلي العظيم هي ليست مسألة نحن نريد أن نغلبكم، ولا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نحن نتكلم معكم بالمنطق وبالبرهان. أخي غريب باختصار، عندنا اتصالات الله يوفقكم. أي نعم راح يعني أحاول أختم. كلها تلعن وتتهجم وتحذر من اليهود، وكل هذه الآيات قد سمعها ووعاها عمر اللعين، مثل قلوبهم قولهم يد الله مغلولة وإن الله فقير وتحريم ما أحل الله لهم وقتلهم الأنبياء وإخراج أقوام من ديارهم وهو محرم عليه، واذهب أنت وربكما قاتلا نحن هنا، وإن الله كذا وكذا، وجناب الطعام مريض العدس والثوم، أنا اختصارا كل الاختصار على السرعة، وشربهم الماء وكذا، وقولهم عزير ابن الله إلى آخره. فالسؤال هذا، هذه الاختصار يعني على السريع مثل ما نقول، فالسؤال هذه الآن السؤال، لماذا كان عمر بعد كل هذه الآيات التي مليئة هي بالقرآن الكريم
يستمع إلى اليهود ويأخذ ويعمل بأقوالهم، فما السبب؟ نرجو من عندكم إجابة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أنا أسأل نفسي وأسأل الأخوة الشيعة وأسأل المعاندين، لماذا كل هذا البغض من عائشة عليها ما عليها من لعاون الله لأهل البيت والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطم والحسن عليهم صلى الله عليه وسلم أجمعين؟ وشكرا عمري، مع السلامة. شكرا لكم أخي الغريب. منو معانا أخواني؟ سعيد من الأهواز، السلام عليكم أخ سعيد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياك الله شيخنا العزيز، وهكذا أحب أن أوجه سلامي وخاصة تحياتي لسماحة السيد العزيز القاضي، وهكذا أقدم سلامي وتحياتي لسماحة الشيخ الحبيب. سلام عليكم مولانا، وتشرفنا بسماع صوتكم أخي سعيد، حياكم الله وسلمكم إن شاء الله. ولكل قدر قناة صوت الحق، قناة فدك وصوت الحق. وأقول شيخنا وسيدنا الكريم، طبعا أكيد الشخص اللي لا يريد الحقيقة من يجي ويتصل على قناة ويبحث ويحاور في مسألة العقيدة الإسلامية أنه يهرب من الدليل، إن كان لديه دليل خاص على ما يعتقده أنه يحب عائشة أو يحب ما يحب ما يعني ما يشاء، ولكن فلا بد من الدليل المتقن، الدليل المتقن على ما يعتقده. الآن شيخنا وسيدنا الجليل، كل من يعتقد خلى بعقيدته هو، انت على قولتنا احنا لا تنام بقبري ولا انا نام بقبرك انت، هذا سيدنا الجليل. لا نعم، انت تعال اذا تعتقد وانه تستدل على مثلا ولاية ابي بكر او لعنة الله عليه او اي شخص اخر، جئنا بدليل ونص نبوي او دائره قرانيه هذه المساله. واقول شيء سيدنا الجليل، لا نصرف وقت البرنامج لاجل هذه البرنامج مثلا الرد على هذا البكري، لأنه كلنا نعلم كتب موجودة، آيات قرآنية موجودة، أحاديث نبوية مروية في كتبهم، في كتبهم البكرية، في ردهم الخلفاء الثلاثة وإثبات ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه النقطة سيدنا الجليل. ولكن أنا بعقيدتي أقول كشاب أهوازي ومثقف وعندي معلومات بالنسبة للعقيدة، سنت أفضل سيدنا يقول هذا الكلام أكثر من البكرية. ياهم أكو بعض الفرق الموجودة اللي باسم الشيعة، سيدنا الجليل باسم الشيعة راح تضرب الشيعة. نعم، أكو مثلا الفرقة اليمانية، أكو فرقة أخرى البهائية اللي ينتمونها إلى الشيعة. سنت، ولكن مع الأسف سيدنا الجليل شباب نراح تنحرف لأجل هذه المسائل. أحسنت، والمولوية كذلك مولانا، وكذلك الفرق البترية المنحلة والزيدية والإسماعيلية وغير ذلك، هذه مصيبتنا عظيمة وكبيرة، ولكن تكليفنا أن نبين الحق إلى أن يأخذ الله هذه الأمانة. شكرا أخي سعيد، جزاكم الله خير. منو معنا أخواني؟ فقط قبل المداخلة لي يبقى ثانية واحدة هنا، الجواب على أبي عائشة عندما قال أنه سقيم بمعنى حزين. دخلت إلى معجم المعاني، يقول سقيم بمعنى حاقد، فهنا تقول سقيمة النفس عندما قال المشرف العام معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، هنا قال وانضمت عائشة بنت أبي بكر الصديق وزوج النبي وكان سقيمة النفس على علي عليه السلام، أي أنها كانت حاقد على علي عليه السلام، فهو يقول سقيم بمعنى حزين، وهنا معجم المعاني يقول أن سقيم معنى حاقد. أحسنتم سيدنا. نعم. منو معانا أخوان؟ عندنا اتصال أبو عبد الله من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخوان، يعني فرصة وجود الشيخ لعله أكثر هدوءا واتزانا من المقدم، ويعني أريد أن أقول لكم أشياء حصلت من 1400 سنة وانتهت، لماذا البكاء عليها اليوم؟ يا أخي، نحن على الأقل إخوة في الإنسانية، على الأقل إخوة في الإنسانية، نحن أنا إنسان وأنت إنسان، نحترم
يعني بعضنا البعض من هذا المنطلق. لما تأتي في قناة كهذه القناة ثم تسب وتلعن، مشكلتكم السب واللعن. تصحى من النوم تسب وتلعن، تنام تسب وتلعن. يا أخي المسلم لا ليس بلعان ولا شتام ولا أبدا يا أخي. يعني أريد أن نكون راقين، أن نكون محترمين في حواراتنا. يا أخي هذه عقيدتي ودعني على عقيدتي واحترمني كإنسان بألا تلعن عائشة وتلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أقل شيء. الآن أنتم يعني لم أسمع أي شيعي منكم أو أي مقدم أو أي شيخ يلعن في اليهود أو يلعن في النصارى أو في المسيح أو يأتي بسلبياتهم أو يأتي. ما أنتم فقط أهل السنة، مشكلتكم أهل السنة، مشكلتكم مع أهل السنة. يا أخي نحن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي عندنا مكة أقرب شيء، عندنا مكة وعندنا المدينة. يا أخي منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وهاتان المدينتان أمور الإسلام تجري، وأمور يعني لم تتوقف من صلاة، من صيام، من زكاة، من أمور بطريقتها التي هي عليه الآن منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن وإياكم نختلف فيها. هي موجودة في مكة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم المخالفين، لسنا نحن المخالفين، أنتم المخالفين يا أخي. مشكلتكم أيضا أنكم تردون كل شيء في كتبنا، تقولون أنها في كتب. يا أخي ليست في كتبنا. قد يكون هناك أحاديث ضعيفة، قد يكون هناك أحاديث مكتوبة مكذوبة. قال الشيخ اللي تقول لا يوجد سني في المملكة العربية السعودية يكره عائشة. إن كان قال هذا مثلا فضيلة الشيخ فهو يعني أنه حزن، يقصد بذلك أنها حزينة على موت علي. يعني لا أبدا، مستحيل. شكرا على اتصالك أخي أبو عبد الله. كثير سجلنا إشكالاتك، خلنا نأخذ الاتصالات ونجاوبكم. السيد عندنا أبو هشام من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدنا أحمد الموسوي، حياكم الله والأخ علي. أخ هشام حياكم الله نور عيني، الله تقبل أعمالكم وتشرفنا. مولاي ذولا مفتونين بعائشة، حتى لو تجيب لهم بأصح كتبهم عائشة تبغض الإمام علي، عائشة هذا رسول الله، عائشة حاطت أمير المؤمنين، حتى لو استغفر الله اليوم رسول الله يقول لهم يا صلى الله عليه وسلم عائشة ما عذت صراحة. مفتونين ذول، مفتونين، لا اطلاع ولا مطال. ما حد يتصل على الأخ علي والأخ أبو أمير، يطلع عائشة يصفط له، يصفط كلامه، يصفط حشي بدون يعني ما أعرف منين يجيب هذا الحشي. وهذا ما أدري شنو، وهذا الأحاديث ضعيفة، هذا يعني ما يخلي له حديث أو هذا ما يضحفه، ما ينطر حق ولا باطل. حق أنا أقول حقه، لأن أبو عائشة من يعطي الحق راح ينطرد، لأن هو موظف عند آل سعود، مبينة هاي واضحة. مثل الأخ الشيخ المالكي، سووا بالشيخ المالكي حجاية حق، كلام حق مولاي، هذا الحقيقة مولاي، هاي الحقيقة. شكرا أخي أبو هشام، أحسنتم. أبو راغب من بغداد، السلام عليكم. انقطع اتصال أبو راغب. بس تعليق على أخونا أبو هشام. أبو هشام جزاك الله خير على هذه الغيرة والحمية، ولكن هنا الملاحظ يا أبا هشام أنه حتى لو أنه يضعف أو أتينا له بكل الروايات التي هي صحيحة الإسناد من كتبهم وفي فضائل الصحابة، وكذلك أنه في المصنف وغير ذلك، كل ما نستطيع أن نجده من صحاح الإسناد عندهم أتينا به على بغض عائشة. ولكن نحن لا، ليس فقط هدفنا هم وهدايتهم وأصلاحهم، هدفنا الطرف الثالث الذي يستمع ويتبع الحق. كثير من أهل السنة ما يسمون باصطلاحهم البكرية يستمعون لهذه القناة،
فالطرف الثالث المنصف هو الذي يتشيع، وهذا هي غايتنا. هؤلاء سنبقى معهم إلى أن يتشيعون، أو أنه الناس تهتدي بمغالطاتهم وكذبهم والقول الإنشاء منهم. لو تلاحظون أنه ما أتينا برواية مكتوب فيها صحيحة الإسناد عندهم إلا قالوا أنها ضعيفة، أو أنه إذا ألزمته بها قال أنه تحويل المعنى بمعنى أنه سقيم، أي أنه حزين. هذا لم يقل به غيره، ولو يعود إلى معجم المعاني وإلى كتب اللغة لوجد أن سقيمة النفس أي أنها مبغضة لعلي عليه السلام، وعلل أنه هنا المصيبة أنه صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ علل قال لأنه كان قد أشار على النبي صلى الله عليه وآله بطلاقها بعد حادثة الإفك أو حادث الإفك، يعني السبب لبغض عائشة لأنه أشار بطلاق عائشة بعد حادثة الإفك، يعني النبي أوصى علي أن يطلق عائشة بعد حادثة الإفك، فهنا علل يعني بعد لا يأتي أحد ويتكلم كلام إنشائي أو أنه يضعف الحق والصحة. طبعا هنا الكاميرا ستنطفي على الأخوة أن يلاحظوا ذلك. عندنا اتصال فلاح المطيري من جزيرة المحمدية. السلام عليكم أخ فلاح. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك سيدنا؟ كيف حالك؟ سلمكم الله يا حبيبي أخ فلاح الغالي، سلمكم الله ورعاكم. الله يسلمك طول عمرك أخوي، أخوي علي الغالي. والله ودي أنا أرد على بعض الأخوة. تشرف يا أخ فلاح. اللي الله يسلمك طول عمرك سيدنا. الأخ أبو عائشة، يا أبو عائشة يقول أنا يعني للأسف يعني ما أنا ما أدري طول هالسنين وهو يتابعكم وهو أكلمكم وهو يتناقش معكم، وأنا طبعا من المتابعين للسنين، وأنا ألاحظ أبو عائشة يعني على أيام من عام 2013-14 وهو إلى الآن معكم، يعني إلى الآن لم يتأثر والعياذ بالله، إلى الآن يعني إن شاء الله ربي أهديه. اللهم يعني إلى الآن يعني الله يعني طامس على قلبه. لماذا يا أخي؟ يعني شيء يقهر، يعني هنا يعني يا سيد يعني عندي حديث بصراحة أنا يقهرني، يعني النصارى والملاحدة يستدلون عليه الاستنقاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني واللي تنقله عائشة بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها وهي حائض والعياذ بالله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. أيوة يا شيخ يا سيدنا، والله سبحانه وتعالى يقول لا تأتون النساء حتى يطهرن. يعني يعني أنا انقهرت أنا والله بصراحة، أنا شفت هالمقاطع. أرادت عائشة أن تنتقص من النبي صلى الله عليه وآله نشاعت تلك الأحاديث الناجنة، كأنه واحد في مخ الجنس والشذوذ والعياذ بالله. يعني كيف تبون نحترمهم؟ كيف تبون نحترم هذه المرأة يعني قذرة؟ والله يعني خلنا ساكتين بس الصراحة. الله يوفقك يعني إن شاء الله. والله منقر يا سماحة سيد، وقهري بزيادة. يعني في أخ من العراق يعني جابها مثل ما يقولون على الجرح، يعني للأسف يعني المنسوبين يعني منا يعني من الشيعة يعني يترقون عن جهل او من خوف او يعني ليه؟ يعني بالعكس يا اخي تعلم اخ فلاح لماذا يترضون؟ لان مدرسه محمد باقر الصدور والوائلي هي ربتهم على الترضي لعائشه واحترامها. الشيعه وسادتهم يترضون على كامثال ابو بكر وعائشه، يقول لا الدنيا بخير، عائشه يعني الوضع كويس اللهم لك الحمد. يعني وقفوا عن البحث للاسف. يعني هذا بصراحة شيء يعني قهرني وأحزنني، والله يهديهم يا رب الأخوان من جزيرة محمدية. اللهم آمين. الله يرضى يعني عليك يا سيد فلاح. يعني وفي الأخ اللي من جد يقول يعني يقول من اللي من سني من الجزيرة المحمدية يعني يكره عائشة. يا أخي أنا أقول لك أنا منهم، يعني كنت يعني لا أنا أقول سني أنا يعني بصراحة أنا الآن سني، كنت أنا قبل بدعي. حسنت. أنا كنت على دين أبو بكر وعمر، حاشا لله، أنا الآن الحين من أهل السنة والجماعة. الله. على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام.
اي والله يا سيدنا، اما هم الان على دين ابو بكر. هنيئا يعني لكم. أحسنت. يعني يعني بصراحه يا سيد، وانا اقول له انا اقسم يعني انا يعني من الباحثين في الموضوع المتشيعين في الجزيره الحمديه والخصوص في الخليج، يعني يعني اعداد كبيره يعني مثل ما يقولون في الاخفى اعظم يعني. شكرا يعني لله عز وجل على هدايتهم. ان شاء الله يا سيدنا. وانا ودي يعني انبه يعني سماحه السيد، انا ودي اذكر نقطه يعني يعني انا اتمنى انكم تلبون هذه الرغبه من عندي على عيني. يعني اتمنى يعني ما شاء الله يعني القناه بدات تسوي اكثر من برنامج لكذا دوله لكذا يعني مجتمع. اتمنى يعني لو يكون في برنامج ميكروفون الخليج، يعني انا يعني فتره من فترات كان سووا الاخوه ميكروفون الكويت، وانا من الملاحظات يعني اللي شفت انه لم ينجح، وانا اتمنى لا يسوون لكل دوله يعني لها ميكروفون. اتمنى يعني مثل في الخليج يكون عام، يعني يوم يتكلمون عن قضايا البحرين، يوم عن قضايا الجزيره يعني النجد والرياض، يوم عن الامارات، يعني يخص الشيعة في الخليج. حسنت. أنا أتمنى إن شاء الله تعالى سأنقلها للإدارة إن شاء الله تعالى وكم خدمتكم. لو حتى يعني في رمضان يعني في شهر رمضان المقبل يعني. على عيني. يعني سيدنا معليش أنا أطلت عليكم. على عيني. هالأيام يعني بصراحة أنا لاحظ وأنا يعني أنا متابع لكم بشكل دقيق. الله يوفقك. الأيام بالذات أنا ألاحظ يعني ضغط شديد. أنا ما أدري مستغرب هذا الضغط. يعني أنا مستغرب هذا الضغط، لماذا لم يأتي في السنين اللي قبل؟ يعني أنا أشوف يعني الله يا ربي يوفق الشيخ والقناة. الله يحفظكم يعني إن شاء الله. تعرض هالأيام آخر 4 شهور لضغط شديد، والله يوفق الشيخ وينصره ويحفظه يا رب ويعجل بالفيلم إن شاء الله. الفيلم قادم إن شاء الله وستخرس الألسن وسيتغير حال العالم أجمع. ليس هذا بصراحة الشيء اللي قهرني، هذا اللي بصراحة يعني يعني اللي منه فينا يطعننا ويقول لا حرامية يسرقون. الآن أقول لك هذول مو منه فينا مولانا، هؤلاء اندسوا معنا والله أخرجهم منا. هؤلاء اندسوا فينا والله أخرجهم منا. أن التبر أنهم يتكلمون عن السرق والكلام هذا التافه، وأكبر دليل المسجد وأكبر دليل الهيئة وأكبر دليل هذه البرامج الموفقة إن شاء الله. الله يرضى عليكم يا رب. أستاذ فلاح، هذا الصلح العظيم الذي خلفي تراه، هذا كلف آلاف الأموال، والحمد لله هذا الصرح العظيم الآن نقدم منه، وإن شاء الله سيأتي الفيلم الذي يغير العالم لا يغير الشيعة فقط. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا لإتصالكم ومشاركتكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. عندنا عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أخ عبد الرحمن. يا أخي حبيت أسقيك، أنا جزائري. نعم. وسني من السنة، أنا أعرفه سنة. حياكم الله وأهلا بكم. الله يسلمك. أنا على كل ما خسر مولو، بس أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أنتم الشيعة ما تحبوا لا الرسول ما تحبوا صحابة، خاطر كنتوا تحبوا ما تقدروش كيف تسبوا الرسول، دخلتوا بالصحابة ونساء أولاد عمه. شوفوا طحنتوا سيدنا علي ورخصتوا سيدنا الرسول عليه وسلم، اسكو انت تقدر تتزوج مع وحده باباها من بيت الدعاره؟ كراماكم تقولوا ابو بكر الصديق وليد الدعاره، اسكو انت تقدر تتزوج وحده وباباها وليد الدعاره؟ نعلة الله ابليس، والله ابليس ما هوش يدير كيما انتوما. قسما عظما ابليس ما هوش يدير كيما انتوما. نعم. عندك مداخله ثانيه؟ راني فاهم فيك، اقسم بالله العظيم ابليس باين غد تقول الله ينعلك يا ابليس، يعني يخزيه يروح يخطيك، بصح انتم راكم فتوا ابليس. نعم شكرا على مداخلتك، ما عنده شيء. عندنا محمد من المغرب، سلام عليكم. سجلت اشكالها، جزاكم الله خير. نعم نعم. منو معنا اخواني؟ يوسف من المغرب، سلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على المباشر؟ نعم تفضل. بارك الله فيك. عندي اشكال خويا الله يرحم الوالدين. نعم. لا بالنسبه للبغض علي، بغض عائشه لعلي و نعم اكمل. تسمعني؟ نعم نكمل. اكمل اخي. بالنسبه لواقعه الجمل. نعم. بالنسبه لواقعه الجمل، لماذا لم يقتص علي من عائشة وهو يدري بأن الإفك
يخصها. نعم شكرا على اتصالك، ان شاء الله يجاوبكم السيد على الجواب. من معنا؟ عندنا اتصال محمد من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سماحة السيد والأخ؟ يعني كيف الله يرعاكم إن شاء الله يا أخ محمد، سلمكم الله. حياكم الله. حياكم الله. طبعا عندي فد عدة نقاط يعني ما أطول عليكم. صوتي واضح؟ نعم مولانا واضح، وأنا أتشرف بكم إن شاء الله تعالى. حياكم الله سيدنا. وقع البكريين بمأزق كبير جدا وهو عدالة الصحابة، يعني هذا المأزق لن يخرجوا منه حتى يعني تقوم الساعة. مأزق كبير جدا، وفي نفس الوقت يقول لك يا أخي تلك أمة قد خلت، طيب لماذا تقول عنهم كلهم عدول؟ هذا تناقض فاضح جدا. يعني نحن ننتقد ونقول هؤلاء مثلا منهم عدول ومنهم فسقة مثلا، فهو يعني لا يقبل، يرفض أو يتعنت. طيب أنت لماذا تقول كلهم عدول؟ خلاص أنت اسكت، قل أنا لا أعلم واسكت وخلاص. هذه نقطة مهمة. حسنت. النقطة الثانية، النقطة الثانية عائشة تكذب على النبي، تقول إنك أكلت مغافير، يعني هي صراحة تكذب على النبي، هذه نقطة واضحة. فكيف يقبل البكريين صلاحها وعدالتها يعني؟ ومن ثم هي عائشة نفسها يعني تمدح نفسها بنفسها، يعني تقول مثلا في أحاديث وضعتها عائشة تنسبها للنبي، عائشة فضل عائشة على النساء وكذا وكذا، يعني يأخذون هذه الأحاديث التي هي بنفسها يعني ساقطة العدالة، بمعنى أنها طعنت بالنبي وكذبت عليه، ثم تضع أحاديث في فضلها. أنا ما قرأت ولم أطلع أن هناك أحاديث تمدح عائشة من غير طريق عائشة. أنا ما أطلع يعني. حسنت، من غير طريق. نعم. شيء آخر، نقطة أخرى، أبو عائشة يقول يعني استشكل عليكم في قضية قول ابن عباس، وهو حاول أن يرد قول ابن عباس، ربما هو يجهل قضية مهمة عندهم يعني لم يطلع عليها، ما أعرف يعني كيف هو شيخ ما أدري يعني. هم يقولون فهم الكتاب والسنة، القرآن الكريم والسنة، يقولون فهمها نفهمها ونشرحها بفهم سلف الأمة، وابن عباس عندهم حبر، هو حبر الأمة، حبر الأمة. أحسنت. الصحابة عندهم شيء ثالث غير القرآن والسنة، عندهم شيء ثالث هو فهم الصحابة وشرح الصحابة للكتاب والسنة. أحسنت. فهو هل تنازل على هذا الأمر يعني؟ هو الآن أيضاً هذا كلامه أيضاً يعني يعني يبنى أو يقال أنه أيضاً طعن في الصحابة، يعني أسقط عدالتهم أو أسقط أن لهم شرعية قولهم. نعم نعم. وهناك عدة مسائل يعني كثيرة. سؤال يعني أنا أسأل البكريين، أقول لهم هل عائشة من أصول الدين أو من أركان الإيمان أو أركان الإسلام؟ ما يعني ماذا يعني تمسككم بها هكذا؟ سنت. تمسككم بها أجد. على أي شيء يعني؟ على أي أساس يعني؟ ما أعرف، هذا يجب أن تجيبونا أجوبة منطقية على هذه المسألة. طبعا أبو عائشة يقول أن آخر شيء يقول أن عائشة حزينة على الإمام علي عليه السلام، طبعا هذا شيء مضحك. طيب هو من الذي حارب الإمام علي إمارة الجمل؟ إذا كانت عائشة حزينة كيف حاربها؟ لا، هو المشكلة أنه هو يعلل نفسه، هذا الشيخ يعلل ويقول أنه سقيمة النفس على علي بسبب أنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وأوكل طلاقها إلى علي عليه السلام بعد حادث الإفك، فهو يعلل أنها حقد على علي بسبب ذلك، فلا أعلم كيف يجيب هو بذلك الجواب. أحسنتم. مسألة أخيرة سيدنا ما أطل عليكم، تشربنا بكم أخي محمد. عندهم واضح صحيح، يقول من خرج على أميره قيد شبر ومات فميتة جاهلية. فيقول ابن عثيمين الوهابي اللي هو البكري من الفرقة الوهابية، يقول يموت ميتة على أهل الجاهلية، يعني كأبو لهب وأبو جهل. يعني عائشة خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام، يعني هو حتى قال الحديث ولو قيد شبر مثلا، هذا يموت ميتة جاهلية، يعني يموت كافر، يعني عائشة كافرة، يعني هم أحاديثهم تضرب بعضها بعضا، يعني هذا مأزق كبير عندهم وتناقض فاضح جدا. نحن ندعوهم إلى أن يتركوا هذا المنهج الباطل البكري الوثني ويأتوا إلى أهل البيت عليهم السلام. صلاة الله. ونأمل إن شاء الله يعني أن هؤلاء يتوبوا، المستضعفين منهم خاصة يعني. اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أحسنت وأجدت أخو محمد. حياكم الله. نور الدين من المغرب، السلام عليكم. عندنا اتصال أبو علي من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم أخي علي. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله أخونا أبو علي الغالي. ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا مولانا سيد أحمد. الله يسلمك أخوي أبو علي حبيب أنت. الله يخليكم مولاي.
بارك الله بكم وجزاكم الله خير الجزاء. الله يرعاكم إن شاء الله. الله يرعاكم. أحب أرد على أخي المتصل من الجزيرة المحمدية أبو عائشة، وإن شاء الله إحنا هنا حوار نقاش في سبيل الهداية أن يهتدي الناس. أول شيء أقول له يا أخي يا أبو عائشة، خليك أول شيء منصف مثل الأخت المتصلة قبل كم يوم، الأخت فاطمة الله يذكرها بالخير كانت منصفة. خليك يوم من الأيام منصف وخليك حيادي. إحنا نريد نعرف الحقيقة، إحنا هذا دين والدين مو طين يعني مثل ما يقولون، هذا دين باكر لو بالجنة لو بالنار. أحسنت. ما يفيدك لا عائشة ولا غيرها، ما حد يوقف لك باكر أنت أبو عائشة، ما حد يوقف لك. زين تقول لي السيد جاي ينطيك روايات موجودة عند راوينها مشايخكم، مو راوينها مشايخكم راوين، تقول لي هاي الروايات شبهات شبهات، أنت بكيفك تفند؟ كيفك تفند أنت على أي علم استندت؟ هذا واحد. الشيء الثاني تقول لي عائشة عندها حب الأمير المؤمنين، بربك أرد أسألك بالله، أنت هسه عايش بالجزيرة المحمدية، المسافة من مكة إلى البصرة كم فرسخ عند العرب قبل؟ كانت عائشة أو كان العرب حين ذاك يأتون على الإبل وعلى الخيول، فكم يوم ليستطيع أن يصل من مكة إلى البصرة؟ أتت هذه المسافة كلها حبا بعلي بربك؟ تريد تقول لي جاي من مكة للبصرة وجايب خيولها وجايب سيوفها وجايب الرجال عادتهم وطاحت وصلت إلى قطع الرؤوس والدماء صارت للركض، وتقول لي والله عائشة تحب الإمام علي؟ تضحك على عقلك يا أخي أبو عائشة، أنت عقلك إيش بيه يعني بصراحة؟ هذا واحد. الثاني أنت أخي المتصل من منطقة نجد أو ما يسمى عفوا جدة، تقول إن الشيعة يسبون، يا أخي إحنا مو نسب، إحنا نسب أعداء أهل البيت، إحنا مو كل شخص نسبه، إحنا نسب أعداء أهل البيت. عائشة ثبت بأنها عدوة لمحمد وآل محمد يا أخوان، صلاة الله إحنا ما عندنا مشكلة وياها. اللهم صل على محمد. زين مولانا، فسيدنا العزيز أنا بالنسبة للشخص المتصل اللي هو اتصل بك هذا أبو عائشة، أريدك تثبت له بالدليل، تثبت له بالدليل، لكن في نفس الوقت أن تطي برهة من الزمن أن يتكلم ما بداخله، لأن هو أفصح ما بداخله، قال إني أحب عائشة. حسنت. يعني بصراحة الرجل هو حب أعمل عائشة حتى مفتون وإن كانت عائشة كما أشرب حب العجل مفتون يعني بها. نعم مولاي، كما أشرب حب العجل فهو مفتون بها. أحسنت مولاي، يعني هو جاي يقول أنا يعني والله صدق شر البلية ما يضحك، يقول أنا أحب عائشة. زين تحب عائشة، هي المسألة مسألة الدين مسألة حب مسألة والله بس أحب وأود، مسألة علم ولازم نعرف المنافق إن مسألة عقيدة الشريك. مولانا أبو علي عقيدة أدخل النار بها. أحسنت، باكر رب العالمين ما حد يشفع لك هناك، أنت إذا كنت توالي عائشة وعائشة عدوة الله، ثبت بأنها عدوة الله وضرب الله لها مثلا امرأتي نوح ولوط، ضربهم في عائشة وحفصة وقد ثبت أن قلوبهما صغت، فأنت تجي تقول لي عائشة مو عورة واحدة سوتها، ترى عائشة حاربت أمير المؤمنين، عائشة قالت لألف نعسل ولا علي واحد، هذه ثبتت عندكم وليس عندنا، عائشة بسهامها اللعينة ضربت نعش الإمام الحسن، روح قلب صفحات كتبكم. قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله لدته في حديث اللدود. أحسن، يعني سمت رسول الله، فأنت تجيني تقول لي والله إحنا حاقدين، لا عم إحنا ما عندنا حقد، إحنا الشيعة إذا أكو ناس نظيفين بقلوبنا إحنا جاي نحكي عن علم. أنا هذا ندائي علما لكل الأخوة لكل من يسمعني في الجزيرة المحمدية أو في المغرب أو في أي مكان آخر، يا أخوان انتبهوا وركزوا في دراستكم وبحوثكم في قضية الدين، ليس من السهل أن تحكم على الأشياء دون معرفة وعلم. عائشة ثبت على أنها عدوة محمد وآل محمد بأنها خرجت وحاربت إمام زمانها، فأنت تأتي وتقول لي هي تحبه، كيف تحبه وتخرج فتقاتله؟ يا عجيب يا أخي. ثم الأخ المتصل من المغرب يقول لماذا لا يقوم الحد أمير المؤمنين على عائشة؟ يا أخي أنت هسه هو الإمام علي لا قاتل عائشة،
ولا سابها ولا حاكي وياها وانت شايل سيفك على امير المؤمنين شالوا قاتلها شلون يمكن ما شاف درب امير المؤمنين يا اخوان اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واعلموا ان الله سبحانه وتعالى سيسجل عليكم كل قول تقولونه في هذه الحياه. لا تساندوا عائشه لانها عدوه الله. ثم سؤال الى البكري، هذا السؤال الاخير ولو انا اطلت على الاخوه شرفنا بكم يا ابا علي لكن هو كلام علمي. سؤال الى البكري، لماذا التركيز على عائشه؟ سؤال وجيه، لماذا التركيز على عائشه؟ لماذا لا تقول خديجه؟ والله لم اكاد اسمع من البكريه اسم خديجه. لماذا لا تذكرونها؟ لأنها أم فاطمة الزهراء. هذه المسألة ترى لا أكثر ولا أقل. فأنا أقول لكم اذهبوا واقرأوا كتبكم بشكل متمعن ودارس وحيادي، ستعلمون الحقيقة، ستعرفون الحقيقة أن عائشة منافقة عدوة الله بغيظة وملعونة من سبع سماوات. وأقول لإخوتي في قناة الفدك، أنا يا سيدنا يا سيد أحمد ويا أخي يا علي الإبراهيمي، أسأل الله أن يوفقكم أن تطيلوا وقت البرنامج لأن الوقت جدا ضيق، ولو أنه هذا اجتهاد مني ولكن جزاكم الله خير. الوقت مال البرنامج جدا ضيق وضعيف حتى ينطي فسحة للأخوة المتصلين من المخالفين والأخوة المتصلين كذلك من الشيعة، من أجل أن يطرحوا ما في داخلهم أو جعبتهم من كلام علمي وأطروحات علمية تفيد المجتمع إن شاء الله. وجزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خير الجزاء. أجدت في الجواب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سننقل ذلك للإدارة إن شاء الله تعالى. عبد القادر من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا قبل مداخلتي أريد أن أقول كلمة وأنا صارح جدا. أخ علي وأخ موسوي، أنا في الحقيقة أخ علي يعني تكلمت معه كثيرا ولكني لا أكرهه، أنا هو يقول قوله وأنا أقول ما أعتقد، ولكني سمحت سيد موسوي والله أنا أكرهك كرها في الله كرها كبيرا، لأنني سمعتك تدلس على إخوانك الشيعة العوام وتقول لهم أنا على الملأ بأن العباس سيقضي لكم حاجتكم، وأنت تطلب منهم المال، تطلب من إخوانك أن يتبرعوا لك وتقول لهم أطلبوا العباس سيقضي لكم مصالحكم. هذا التدليس، أنت تطلب من العوام المال وتقول لهم العباس سيقضي مصالحكم، لماذا لا يقضي لك أنت العباس إليك أنت حتى يقضي لهم هم مصالحهم وأنت تطلب منهم المال؟ أكرهك بالله، هذا في قلبي أقول لك صراحة. أما بالنسبة لعدالة الصحابة، الصحابة ليسوا معصومين ويتقاتلون فيما بينهم عادي، يتقاتلون كما الآن نحن نتقاتل، ولكن هل إذا قاتلت دولة مسلمة كليهما كافرين، بل تقاتلوا على قطعة أرض أو مسألة سياسية، وللظالم أجره عند للظالم حسابه عند الله. أما نحن لم نقل بأن الصحابة معصومين، ممكن يتقاتلون، حتى أم المؤمنين لما في معركة الجمل علي رضي الله عليه السلام أو رضي الله عنه قال لها يا أمه، لم يقتلها، لم يسبيها، لم يسبي الجنود أو يأخذ الغنائم، هذه فتنة يتقاتل فيها المؤمن مع المؤمن، كما قال الله إذا التقاتا فئة من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا ما بينهم. لا نقول بعدالة الصحابة، ولكن لا أقبل منك يا سماحة السيد أن تدلس على العوام، الله وكيلك، أنت مدلس وشكرا. حياكم الله. عندنا اتصال إخواني، عندنا أبو الزهراء من كفر الشيخ مصر، إن شاء الله سجلنا سيد. نعم تفضل أبو الزهراء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم برنامج مع السيد أحمد مصور من الشيخ والسيد والسيد عالي بعد. حياكم الله أخي تفضل. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. السلام عليكم سيد أحمد. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله نور عيني، أهلا وسهلا بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه 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 وعجل ف
اللهم نعم يا بكر وعمر، ما شاء الله أثلج الله قلبك وأفرح قلبك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة. شوفوا وسيلة اتقوها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، عندنا اتصال أبو هاني من لبنان، الظاهر الأخ يقطع اتصاله، واضح؟ نعم، إذا الأخ أبو زهراء، إذا الأخ أبو زهراء يعيد اتصاله مرة أخرى لأن اتصاله سيدنا كان يقطع. نعم، هو يعني مشاركته قيمة، أعرفه أبو الزهراء جزاه الله خير، وهو شيع الكثير جزاه الله خير جزاه. يعني اللي هو إذا يعيد اتصاله نتشرف به. نعم. إن شاء الله، عندنا الأخ هاني من لبنان. أبو هاني أعتقد. نعم. السلام عليكم. بركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخونا أبو هاني، الله يرعاكم إن شاء الله. سيد الموسى وكيفك، شو أخباركم؟ الله يرضى عليكم وقبل أعمالكم إن شاء الله. تشرفنا بكم أبو هاني. أول شيء أقول شيء تأييدي لتأييد فلاح المطيري، وأي رأي من ناحية ميكروفون الجزيرة العربية. هو قال ميكروفون الخليج، ميكروفون الخليج أو أي أبو هاني. نعم، ما مشكلة، أؤيد هذا الرأي. نعم، الاتصال اللي من أبو عبد الله من الجزيرة المحمدية يعني، وقال ما هذا الحقد، ما هذا التاريخ، ولماذا هكذا، وانتم ماسكين سالفة 1400 سنة يا أخي، المكة والمدينة عندنا، والصلاة والسجود. غريب أمرك يا أبو عبد الله، يعني نحن ليش حق بس على هاي مثلا؟ أمر غريب يعني، يعني سبحان الله، يعني أنا ممنوع أسب خيجة، رحت الحج عندكم مسوي لي ناس بالعصا تقول تحرك 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 تحرك، حج يا حاج، قرب الواحد من القبر، حج يا حاج، حج يا حاج، إن واحد قرب من الحج ممنوع من القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع تبوز، ممنوع تقبل. يا أخي غريب أمرك، لا خلاص نحج ونلعب بيلوت، يعني شو رأيك أنت بلعبة البيلوت بالنار يعني، والطراب والغناء، يا سلام يا أخي، دبلوماسية عندكم حسين، ما تبغانا نلعن ونسب الصحابة، بس هاي مشكلتك ها يا أخي. اليهود والنصارى هاي أمورهم سهلة، اليهود يا حبيبي يوقف على الفلسطيني يوم يقتله، يقعد ينتظره، يقعد يتريه، يقعد يطالعه، ما يدوس عليه بالنعال، ما يقطعه ويسبح فيه، ما يقص راسه. ما هو بعد المشكلة الأكبر، عبد القادر من الجزائر، بسألك سؤال يا سيدي الموسوي الله يخليك، الله يرضى عليك. ممكن سؤال؟ خدمتكم أبو هاني. تسمعني؟ نعم أبو هاني. أقول البشت اللي أنت لابسه من ذهب طال عمرك، أنت لابس بشت ذهب، عندك خواتم ألماس بيدك، عندك ساعة رولكس، كم لكزس عندك، كم ستيشن عندك، أقول كم قصر عندك، ها يعني، وخلق علي عدالك يعني يسمع، يعني يعني الحين وقفت بعينك يا عبد القجار، عبد القادر من الجزائر، على أبو فتفليقة من 50 سنة ما فتحت تمك، وعلى شيوخ الحرمين ومكة والصلاة والأساور الذهبي في أيديهم لم تنطق، وجيت على واحد مسكين لاجئ بلندن يا تتنطع عليه يعني. الحين أنت يا سيد الموسوي لو تطلب 100 دولار 100 دولار مو 100,000 دولار 100 دولار وتقول أدعي لك عند العباس، صارت هاي جريمة القرن. نحن لا نطلب لأنفسنا مولانا لهذه الهيئة المباركة حتى الله يلعن هذا البث المباشر، يلعن بوتفليقة، يلعن أبو الفلوس اللي راحت كلها. أنا أخوي عبد القادر لا تلعنه، لأنه إن شاء الله الله يهديه إن شاء الله. يا أخي الله يلعن راية لا بأس، رأيه ليس بصائب، سأوضح له إن شاء الله يا أخونا أبو هاني، جزاك الله خير. لا لا مو سوي، أنا ألعن فكره ورأيه، ليش له لا رأيك يا عبد القادر الله يلعنه، رأيك وفكرك هذا اللي لعنته، الله يحفظكم إن شاء الله يا أخونا أبو هاني. أما أبو عبد الله من الجزيرة المحمدية، حبيبي مثل ما تبانا ما نتكلم، تبانا نتكلم على اليهود والنصارى، أنت روح شل البابا مع الفاتيكان، لا تخليه تشل الجزيرة العربية، وخلنا ندخل بس ندعي، وبعدين تكلم على قبر نبيك وينه موجود،
بس بيته ونهله والبيت حريمه جعلهم مرافق عندكم هي البيت احسن جعلهم مرافق اللي مرافق صحيه مع الاسف بيت النبي محمد صلى الله عليه واله اي غريب عمره وينادي بالاسلام شوف شوف انت المنطق يعني بس الاسلام عندك غرفه مع اولادكم عايشه هذا هو الاسلام ماكو تسع زوجات طارن الزوجات الباقي زين وين بيته مع مع امك مع امنا خديجه حسن. ها غريبة غريب غريب أقول وين بشت النبي ونعاله وسلاحه وسيفه ودرعه والجملة مالته وينهم وينهم بتركيا وياي تغنى علي لا خلاص بروح أحج إن شاء الله السنة الجاية والعب بيلوت شو رايك نلعب بيلوت سوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وياك لازم نوقف الاتصالات أخ علي لأنه أسئلة كثيرة جدا وباقي ربع ساعة نكون نأخذ الأخيرات لأن مشكلة أنه لابد أن أجيب شنو أخونا المخرج الأخ يقول الأخ كرار منتظر على الخط فنأخذ آخر اتصال لا بأس لأنه عندنا أسئلة كثيرة ويحتاج أعلق عليها كلها يعني لا أترك كرار من النجف السلام عليكم حياك الله أخ كرار تفضل ألو شيخنا تسمعني تفضل أخ كرار أحب بس أريد أقول لك يعني شنو الفرق بين السنة والشيعة يعني الشيعة إحنا هم نقتل من السنة أنا بسيط بس والله دايق يعني أنا بهذه الشغلة طال شكرا لك أخي على اتصالك إن شاء الله سيسمع الجواب إن شاء الله نعم إن شاء الله كم باقي من الوقت جزاك الله خير قد باقي إخواني 20 دقيقة سيدنا اي لانه لازم نخلص بعد انه ننتهي من الأجوبة ان شاء الله تعالى يعني اذا كان اكو اتصال بخدمته ان شاء الله لكنه الأسئلة كثيرة ويجب انه الإجابة مفصلة عنه سيدنا راح نختصرها ان شاء الله الأسئلة نبدا من البداية استاذ علي من البداية ان شاء الله نعم. ونختصرها لان كثير نقاط تكررت نعم نعم يقول لماذا من هو هذا الاخ محمد ابو عبد الله من جدة نعم هذا اول سؤال هذا ابو عبد الله الى اكثر من سؤال نقطعه يعني حسب ما انه نجيب وننتقل لماذا نفتح هذه الاشياء يقصد الكلام نعم لماذا نفتح الماضي ونتكلم به وهي قبل 1400 سنة نحن اخوه في الانسانيه اذا نقف هنا نجيب على هذا حتى ننتقل الذي بعده اخ عبد الله هو نعم ابو عبد الله ابو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم اخي ابو عبد الله هذا الماضي هو عقيدة وتاريخ وهو تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته وصحابته وأزواجه فهذا تاريخ لا بد أن نعيشه ونمر عليه ونعرفه وهذا التاريخ الذي أنت تقول له أنه هو عقيدة أنه من والى أعداء الله حشره الله في النار عندنا في الروايات عندنا وعندكم أنه من أحب إنسان هو مبغض لله ولرسوله صلى الله عليه وآله أكبه الله على منخريه في نار جهنم من أحبهما وتولاهما فهنا نحن نقول أن عائشة كافرة عائشة مبغضة عائشة قاتلة عائشة خرجت على الوصي على إمام زمانها فهنا هذه عقيدة إذا والينا عائشة نحشر معها في النار وإذا والينا علي عليه السلام نحشر معه في الجنة فهذه عقيدة تقول لي لماذا نتكلم فيها أقول الله عز وجل تكلم في هذه العقيدة في القرآن زليخة زوجة النبي يوسف سلام الله عليه وعلى النبي محمد صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام زليخة ذكر لنا الحادثة بالتفصيل القرآن الكريم كلام الله عز وجل ذكر تلك الحادثة بتفاصيلها المحرجة لزوجة النبي الذي تزوجها النبي يوسف وأصبحت زوجة له لماذا لم يخفيها الله عز وجل عنا لأنه حصلت هذه الحادثة وتزوج منها النبي فهذا عرض النبي والأولى أن يكتمه الله عز وجل لماذا فضحها الله وذكر ما جرى بينها وبين النبي يوسف بكل التفاصيل وأدقها حتى أن عندكم أنه جلس مجلس الرجل مع زوجته أو مع المرأة هكذا عندكم في الأحاديث إذن أنه أمر عظيم لابد أن نعتبر كل قصص الماضي هي عبرة لنا في الحاضر وعلى ضوئها الله يحاسبنا على اعتقادنا في النبي محمد وأهل بيته وفي أصحابه المخلصين وأصحابه المنافقين فإن تولينا المنافقين
حشر الله معهم وأن تولينا الصالحين حشر الله معهم. فهذه عقيدة ودين، وليست إنما هي ذكر وتاريخ وقصة، لا، إنما هو دين وعقيدة، به ندخل الجنة وبه ندخل النار والعياذ بالله. هذا الأمر الأول. أيضا تبت يدا أبي لهب وتب، آية وسورة تقرأ إلى يوم القيامة، حتى أن أولاده أسلموا وغير ذلك وهم يقرؤون هذه السورة في أمهم وفي أبيهم، فكيف الله يفضحهم ويعني يذكر ذلك على الملأ، ويذكر حتى أن في جيدها حبل من مسد. ذلك القول هو مهين لأبنائهم وذراريهم، فكيف الله يذكره في القرآن ويجعله قرآن يذكر عناء الليل والنهار، يذكر ليلا ونهارا بلعنهم والبراء منهم وتبت يدهم، ثم أنه يذكر امرأته وتفاصيل امرأته. فذلك إنما هو دين وعقيدة، فلا بد أن نأتي به. ورد في الروايات عندنا أنه من كان في قلبه حبة خردل من حب أبي بكر وعمر أكبه الله على منخريه يوم القيامة، ولو كان ميكائيل وجبرائيل في قلوبهم حب لأبي بكر وعمر سيدخلهم الله ويكبهم على منخريهما يوم القيامة. هذا ورد عندنا. وأيضا أنه ورد عندنا أن أبا بكر وعمر صنما قريش اللذان يعبدان من دون الله، إذن اتخذتوهم من دون الله عز وجل وتعبدونهم صنما قريش، وأنتم اتخذتم العبادة لهما، إنما يعبدان من دون الله عز وجل. فهذا إذن عقيدة ودين، ولا بد أن نأتي بهذا الدين، ونحن نحبكم ولا نريد أن الله يدخلكم النار بسبب أنكم أشربتم حب العجل، حب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة لعنهم الله. تفضل سيدنا. أحسن الله. يقول المسلم ليس بلعان ولا شتم. أحسنت. أولا أن هذا الحديث ضعيف عندكم، وأن المسلم إذا أخذنا بالعام فيه، طبعا المسلم ليس بسباب ولعان، ولكن إذا أن المسلم هنا لعن وسب أهل الفسق والنفاق والفجور والكفر، حتى أنه عندما رسول الله صلى الله عليه وآله لعن معاوية وأخيه وأبيه أبو سفيان عندما لعنه وقال لعن الله السائق والراكبة والقائد، هنا السؤال عندما لعنه الله سبحانه وتعالى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله ولعنه ولعن مروان ولعن آل مروان وقال له الوزق ابن الوزق وذكر الكثير النبي صلى الله عليه وآله، فكيف النبي يقول ليس بسباب ولا لعان ولا طعان، وهنا النبي يلعن أقواما ويلعن أشخاصا ويلعن هذا الذي لعن كثير منهم، حتى أنه قلتم من لعنه النبي صلى الله عليه وآله، أنتم ذكرتم في كتبكم من لعنه النبي صلى الله عليه تكون زكاة ورحمة له، إذن النبي كان يلعن، فهنا كيف النبي يناقض نفسه، ليس بطعان ولا لعان ولا سباب، وهنا النبي يلعن ويسب، هذا إنما أنه يلعن المستحق للعن، وكثير من هو مستحق للعن فيلعنه. سأجيب مختصرا لأنه ليس لي وقت والوقت ضيق جدا. أكمل الأستاذ على الحمد. نعم. يقول هذه عقيدتي واحترمني كإنسان ولا تلعن عائشة. أحسنت. أنا أحترمك كإنسان وألعن عائشة، لماذا؟ لأن حسن المعاشرة بيني وبينك، أنا عقيدتي ألعن عائشة وأبرأ منها، أنت عقيدتك تحبها وتواليها، أنت لا تمنعني أن ألعنها وأنا لا أمنعك أن تتبرأ منها، فهنا أنا وأنت على حد سواء في المعاشرة، أنا أحترمك كإنسان تحترمني كإنسان، أنت لك عقيدتك أنا لي عقيدتي، أنا أصرح بعقيدتي أنت تصرح بعقيدتك. الآن أبو عائشة قال أنا أحب عائشة ومفتون بها، مضمون كلامه أنه هو فتن بعائشة وأنه يحبها ولا يريد أن يبرأ منها ويستغني عنها. هنا السؤال، إذا أن عائشة محبوبة عند أخونا أبو عائشة، لماذا لم أقول له لا يجب عليك ولا يجب عليك أن تحترمني كإنسان، أنا أبغض عائشة ويجب عليك أن تحترم، أنه تجعل احترام لي وتقدير أنه لا تلعنها، لأنه لعن يعني لا تتولاها، لأن ولاءك لها هذا هو بغض لي وأذية لي وأذية لقلبي، وأتألم عندما أنت تترضى على عائشة،
لكن أنا أقول لك الحق أن تظهر عقيدتك ولي حق أن أظهر عقيدتي. فهنا السؤال أنه أنت أنا معك في حسن المعاشرة، أنه أكل أكلكم، أتزاور معكم، أزور وأعود مرضاكم، أشهد جنائزكم، أمضي معكم، هذه حسن المعاشرة. أما العقيدة فلا أجاملك عليها حتى أنه لا أدخل النار، وأنا عندما أقول لك ذلك حتى لا أريدك أن تدخل النار أنت، يجب أن ألقي عليك الحجة والله يحاسبك ويحاسبني. نعم، يقول لم أسمع أي شيعي عن اليهود والنصارى، مشكلتكم مع البكاء. لا بأس، الآن أنا أمام الملأ أقول لعن الله الضالين من اليهود ولعن الله الضالين من النصارى. نحن الآن نتكلم على البكرية ونهديهم، لماذا؟ لأنه أنتم الأقرب لنا، عقيدة واحدة وكلام واحد. هنا لا يتدخلون مع اليهود والنصارى حتى أنه نفتح باب لهم ونتكلم معهم، ولكن احنا احيانا نذكر يهود واحيانا نذكر نصارى واحيانا نذكر ملحدين، ولكن لم نخصص لهم حلقات كما خصصنا لكم. لماذا؟ لانه نحن نتزاوج فيما بيننا ونتعاشر فيما بيننا ونتقارب فيما بيننا، فيجب الهدايه لكم اولا ثم اليهم. لماذا تردون كل شيء في كتبنا؟ هنا نحن عندما نستشهد من كتبكم حتى تكون حجة عليكم، إذا استشهدنا لكم من كتبنا ستقولون أنها ليست بحجة علينا. وعندما نخرج من كتبكم لا نخرج الضعيف منها ولا نخرج المجاهيل منها، إنما نخرج ما هو صحيح عندكم وتعتقدون به، ونذكر أن ذلك في كتبكم، أنه في التعليق تحت في الهامش أنه ذلك صحيح الإسناد عندنا. نعم. الأخ عبد الرحمن من الجزائر يقول أنتم الشيعة ما تحب رسول الله صلى الله عليه وآله، تطعنون في عائشة. هنا لا ربط بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وبين عائشة. لماذا؟ لأنه عائشة تقول أنا أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله ولا تدفنوني معه بقربه، ودفنت في البقيع. فإذا هي تقول أنا أحدثت بعد النبي، وهي تقول أنا كذبت على النبي، وهي تقول أنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله أنه تخرجين وأنت ظالمة لعلي عليه السلام وتنبحك كلاب الحوأب وتفعلين ما تفعلين، كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وآله لعائشة صلى الله عليه وآله، لعائشة لعنها الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله ألقى الحجة عليها، وبعد ذلك أوكل طلاقها إلى علي عليه السلام، وعلي عليه السلام طلقها سرا والحسين طلقها جهارا، وتباينت وبانت عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، فلا تجتمع معه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهنا عائشة ليست عرض النبي، وعائشة ليست مصاحبة للنبي صلى الله عليه وآله، وعائشة هي من قتلت النبي محمد صلى الله عليه وآله، ومن آذت عترته وأبكت الزهراء عليه السلام، وأغضبت علي وحاربت علي وقاتلت الحسن عليه السلام حتى رمته بالسهام، وفعلت الأعاظم عائشة لعنها الله. الأخ يوسف من المغرب يقول لماذا لم يقتص أمير المؤمنين عليه السلام من عائشة في قضية الإفك؟ احنا ذكرنا انه هنا وقلنا ان علي عليه السلام، واتينا بالاسناد من كتبكم ان علي عليه السلام لماذا فعل ذلك؟ لانه قال من علي عليه السلام على عائشه، ولكن ارجعها راغمه صاغره، لم يرجعها مكرمه ومعززه، ارجعها راغمه صاغره. وهنا عندما فعل ذلك علي عليه السلام لانه حتى لا يسبى شيعته ولا يسبى أهل بيته. هنا يقول الرواية عندنا ذكرها الصدوق في علل الشرايع، قال نعم أن علي عليه السلام صار فيهم بالمن والكف، لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم عدوهم من بعده، وأن الإمام مهدي عليه السلام قد صار فيهم بالبسط والسبي، الإمام سيسبيهم، وذلك أنه يعلم أن شيعته لن يظهر بعده أبدا، يعني لا يأتي بعد الإمام مهدي عليه السلام خلق ويعادي أهل بيت عليهم السلام، لأنها هي الدار الآخرة بعد ظهور الإمام مهدي عليه السلام، بعده ستقوم القيامة. فهنا علي عليه السلام من على أهل البصرة رحمة بشيعته من جور الطغاة، وليس إكراما لعائشة لعن الله. عبد القادر يقول أكرهك. لا بأس، لأنك هو الآن أنا سمعت سؤاله، أعد سؤال حتى الناس تسمع وسأجيب. يقول أكرهك لأنك تدلس على الناس وتدعو الناس لأن يتبرعوا، وأن أبي الفضل العباس عليه السلام يعوضهم، لماذا أنت لا تسأل أبي الفضل العباس كي يعطيك؟ حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا أخ عبد القادر يشهد الله
ورسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيت عليهم السلام: إني أحبك ولا أكرهك ولا أبغضك، وما قلته عني يشهد الله لم يغضبني إطلاقا، لا في نفسي في الباطن ولا في الظاهر أمامكم، وأنا أحبك لأن هذه عقيدتك وأنت ظنك أخذك علي بذلك، أنا أسامحك وأبرئك ذمة مما اتهمتني فيه. ولكن سأجيبك أن العباس عليه السلام إذا تابعت أنت هذه أيام التبرعات وهذه الحملة، لو تابعتها منه البداية إلى نهاية هذه الحملة الأخيرة وقبلها الحملات، الحملة الأخيرة رأيت أن راية العباس عندما أعقدها وأطلب من العباس سلام الله عليه والأخوة معي يؤمنون دعائي وأطلب ذلك بالله عز وجل وأن يكون العباس هو الوسيلة لقضاء حوائجهم، والله قضيت عشرات الحاجات، هناك حاجات يراسلون عليها قضيت، وهناك ناس لم تبلغنا بأن قضيت حاجاتها، وهناك أنت رأيت على الملأ أن فيها سرطان أخت بايع عيادي أتذكر اسمها هكذا، شفيت من السرطان براية العباس وبزيارة الإمام عليهم السلام، وهذا الأخ الذي هو أخذ تقريبا 5 سنوات أو 7 سنوات لم يدخل في عمل، وبعد أن عقدنا له الراية بثاني يوم أن الله وفقه لذلك العمل، وهناك من هو مرضى وهناك من له ذرية وغير ذلك، فالحاجات كلها قضيت على الملأ والناس تكلموا بذلك في حوائجهم وكنت أعقد لهم الراية. أنا لا أطلب منهم المال، إنما أقول الذي يريد قضاء حاجته ليتبرع باسم العباس عليه السلام لهذه الهيئة المباركة، ليس لنفسي إنما لهذه الهيئة المباركة لتقضى حاجته، جربوا ذلك وقضيت حاجتهم. أنت تذهب إلى الطبيب تدفع المبالغ الطائلة ولا يشفيك الطبيب، هنا عندنا طبيبنا العباس عليه السلام هو قاضي حوائجنا بإذن الله عز وجل وبأمر رسوله صلى الله عليه وآله، فهنا نطلب الله عز وجل بكرامة العباس لأنه ضحى بيديه للحسين عليه السلام وبدينه وبنفسه وبإخوته حتى أنه يحيي هذا الدين ويبقي هذا الدين، وانتصر الدين بالحسين والعباس عليه السلام وبأصحابه. فهنا أنا كذلك أتبرع، كم مرة أنا تبرعت باسم العباس عليه السلام لقضاء الحوائج وقضى لي الحوائج العباس عليه السلام. أنت تقول لي لماذا لا يقضي حوائجك العباس؟ العشرات من الحوائج قضاها لي العباس عليه السلام. تقول لي لماذا لم يرزقك العباس طيلة 25 عاما ولدا؟ أقول لك ذلك بأمر الله عز وجل، والأمر موكول إلى الله عز وجل، هناك مصلحة أخرها الله. عندنا في الحديث في حديث عن محمد عليه السلام: لعل الذي أبطأ عني هو دعائهم، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. هناك عواقب للأمور الله أعلم بها، عندما أنه قتل الغلام لأنه سيرهق والديه، فلذلك الله استبدله بخير من هذا الغلام وأعطاه الخير في الدنيا والآخرة. أحسنت. نعم. كرار، شنو الفرق بين الشيعة والبكرية؟ ظهر هذا سؤال. أحسنت، لا بأس أخي كرار، من حيث المعاشرة وحسن المعاشرة والتلاطف فيما بيننا والتزاور والتزاوج وحضور الجنائز والمرضى والتعايش السلمي، لا فرق إطلاقا بيننا وبينهم، هم ونحن سواء إن شاء الله تعالى في المعاشرة وحسن المعاشرة، وهم أخوتنا في التعايش والمعايشة، لكن الفرق بيننا وبينهم العقيدة واتباعنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم واتباعهم للناصبة الذين قتلوا أهل البيت عليهم السلام، اللذان أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم السلام. الذي يتولى أبي بكر وعمر هذا نحن معه على مفارقة في العقيدة، نحن لا نتحد معه في العقيدة ولا نتوافق معه في العقيدة، لأنه إذا توافقنا معهم في العقيدة ورضينا عن أبي بكر وترضينا عنه وسامحناهم، هنا خنا الزهراء عليه السلام وخنا دماءها ورخصت دماءها سلام الله عليها عندنا. أيضا أنه إكراما لرسوله صلى الله عليه وآله أنه نبغضهم ونبرأ منهم، لماذا؟ لأن رسوله صلى الله عليه وآله بأمر من أبي بكر وعمر لعائشة وحفصة هم من قتلوا النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهما من تآمر على النبي محمد صلى الله عليه وآله في العقبة عندما أرادوا أن ينفروا ناقته ويسقطوها من أعلى الوادي إلى أسفله، 15 رجلا على رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان لعنة الله عليهم. فهؤلاء قتلة فسقة كفرة مجرمين، فلا يمكن أنه نحن
نوادهم، وهنا الذي يعني يواد من حاد الله ورسوله فهذا عليه عقاب عظيم وعظيم، فنحن نبغضهم قربة لله عز وجل ونبرأ منهم طاعة لرسوله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنهم هما من جعلوا الفرقة في هذه الأمة. يقول علي عليه السلام مضمون الحديث أنهما هما الأشقيان، عندنا أشقى الأولين وأشقى الآخرين، عاقر ناقص صالح أشقى الأولين وابن ملجم أشقى الآخرين، وهما الأشقيان بمعنى أنهما أشقى هذه الأمة، أعظم من الأشقى الأول عاقر ناقة صالح وأشقى من قاتلي علي عليه السلام عبد الرحمن الملجم، هما الأشقيان يعني أشد شقاء من الأول والآخر، فهما أضل هذه الأمة. يقول علي عليه السلام ويقول الأئمة عليهم السلام أن كل سفك دم في هذه الدنيا في رقبتهما، هم أسس هذا الظلم والجر على أهل البيت، ومنهم بدأ قتل النبي صلى الله عليه وآله ورميه بالهجر حتى أنه أسقط حرمة النبي في حياته وأزيلت الحرمة، كل الحرمة، حرمة الله والأنبياء والرسل والأئمة، عندما أزالوا حرمة النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما قالوا اتهموا أنه هجر، بعد ذلك كل الحرم أسقطت، مالوا على الزراء وقتلوها، مالوا على النبي وقتلوه، مالوا على عليه السلام وغصبوا الخلافة منه، ومالوا على الحسن والحسين والأئمة إلى آخر الأئمة سلام الله عليه. أحسنتم سيدنا. إذا هنا أخواني انتهت هذه الحلقة، إذا عندكم كلمة أخيرة سيدنا. الكلمة الأخيرة أقول أنه أنتم رأيتم أتينا بالوثائق وبالصور ومن كتبهم، وأتينا بالأحاديث الصحيحة عندهم، وفعلنا ما فعلنا لهم وأثبتنا كل ذلك على الملأ. هذا نحن نقوله إكراما للطرف الثالث. إياك أعني واسمعي يا جارة، أنا عندما أخاطب أبو عبد الله من الجزيرة المحمدية أو أبو عائشة من الجزيرة المحمدية لا أخاطبه بنفسه، إنما أخاطب الطرف الثالث الذي هو أنتم، فأنتم رأيتم حججنا وأدلتنا من كتبهم والإسناد صحيح، ورأيتم أجوبتهم يعني تحريفهم للمعنى، عندما أنه أبو عائشة يقول أنه السقيم بمعنى الحزين، عندما يقول أنه سقيمة النفس على علي أي أنها حاقدة على علي، ويعلل هذا الشيخ يعلل لماذا هي حاقدة على علي عليه السلام، يقول لأنه أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بطلاقها بعد حادثة الإفك، حادثة الإفك هي مارية القبطية وليست عائشة، والحديث طويل، ولكن المرجو أن الطرف الثالث يهتدي وتشيع ويدخل الإسلام وينجو بدينه ويدخل مع محمد وآل محمد عليه السلام في أعالي الجنان. شكرا لكم، إلى هنا انتهت هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله تعالى. سنتم زاكم الله خير الجزاء، في أمان.